أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها الخيارات المرتقبة لما بعد الكويت في ظل توقيع الوفد الحكومي ورفض وفد الانقلابي. تصريحات من بين ما بين شد وجذب بين وفدي الشرعية والانقلاب، بدا فيها الأخير متصلبا وغير مستعد لتقديم أي تنازلات من أجل إحلال السلام في اليمن. في المقابل أظهر الوفد الحكومي مرونة تجاه مشروع اتفاق الكويت المقدم من قبل ولد الشيخ رغم تحفظه على الكثير من بنوده بحسب تصريحات رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي. وأمام هذين الموقفين لا تبدو هناك مؤشرات واضحة لتسوية سياسية من شأنها إحلال السلام في اليمن، في حين يرى الكثير من المراقبين بأن كل ما يجري في الكويت لا يعني سوى إهدار المزيد من الوقت لصالح التمدد الميداني للانقلابيين. وهنا نتساءل، ما الذي دعا الحكومة للتوقيع على مبادرة مفخخة بشرعنة الانقلاب كما وصفها البعض، ولماذا يرفض الانقلابيون التوقيع عليها؟ ما هي الخيارات السياسية والعسكرية أمام الحكومة والتحالف بعد هذا التعثر؟ ولماذا لا تظهر الأمم المتحدة موقفا صارما تجاه المعرقل لهذه التسوية؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها اليوم مع ضيفينا من الرياض، مسؤول لجنة التواصل للوفد الحكومي الأستاذ محمد عمراني، وكذلك من الكويت عضو الوفد الإعلامي للحوثيين وصالح الأستاذ عبد الملك الفهيدي. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأطلب منكما بداية الإجابة على السؤال المشترك. البداية مع الأستاذ عبد الملك الفهيدي، هل تعتقد أن اتفاق الكويت الذي تم التوقيع عليه من قبل وفد الحكومة من شأنه أن يصنع سلاما في اليمن؟ اولا نحن لسنا انقلابيين، نحن نمثل وفد وطني اتى من داخل اليمن ولسنا انقلابيين، هذا ما يجب ان يوضحه. ووجودي هنا في القناه التي تنحاز الى طرف ضد اخر اكبر دليل على ذلك انه نحن نبحث عن السلام. مساله توقيع لم يكن هناك حل، مشروع حل، كان هناك افكار طرحها المبعوث الاممي للمناقشه، ولكنها كانت مجزأة وليست مشروع حل كما يروج له، كما روجت له او روج له وفد الرياض. ما طرح مجرد افكار للمناقشة، ونحن اكدنا هذا مرارا وتكرارا وقلنا نحن مع اتفاق سلام شامل وكامل طالما توفر هذا الاتفاق. واذا كان اسماعيل ولد الشيخ قادر على ان يقدم مشروع اتفاق شامل وكامل وغير مجزأ فالوفد الوطني جاهز للتوقيع عليه، لكن أن يكون هناك بعض الأشياء التي تخدم طرف معين فلا يمكن القبول بها. نعم. وأنا أعتقد أنه ما روج له من قبل وفد الرياض لم يكن صحيحا ولم يكن هناك. نعم. مشروع اتفاق إطلاقا. نعم، شكرا لإجابتك أستاذ عبد الملك. إذن هي عبارة عن مجرد أفكار وليس مشروع قابل لتقديم تسوية سياسية كما تعتقد. أن أنتقل إلى الرياض مع الأستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد، أنت في ذات السياق هل تعتقد أن اتفاق الكويت الذي تم التوقيع عليه من قبل وفد الحكومة من شأنه أن يصنع سلاما في اليمن؟ نعم، أعتقد أنه أي اتفاق سياسي ناشئ في وضع عسكري هو بالأساس يجب أن يكون يعني فيه من الإيجابيات وفيه من السلبيات، بمعنى أنه لا يمكن أن ينحاز لطرف دون آخر. هم المشكلة أن الانقلابيين مثلما ذكر الأخ عبد الملك هم لا يعتبرون أنفسهم انقلابيين. هي هذه الإشكالية هي التي تعقد مسألة الحل. هم لا يعتقدون أنهم انقلابيون بينما العالم كله يعتقد بأنهم انقلابيون، وعلى هذا الأساس صدر القرار 216. الاتفاق الذي حصل في الكويت في الفترة الأخيرة. نعم. هو اتفاق يضغط على الوفد الحكومي مثلما يضغط على الوفد الانقلابيين، وهو شأن الاتفاقات السياسية. الاتفاق هو اتفاق أولا لأن الاتفاقات الشاغلة كلها التي طرحت من قبل ولد الشيخ رفضت من قبل الوفد الانقلابي. هذا ثالث اتفاق وليس الاتفاق الأول الذي طرح. نعم. إذا أستاذ محمد، نعم، إذا أستاذ محمد أنت تتفق نعم تناول الحدث السياسي. نعم، إذا أستاذ محمد من خلال إجابتك أنت تؤيد بأن هذا المشروع سيفضي إلى سلام في اليمن. سندخل في النقاش بشكل أوسع، ولكن مشاهدينا الكرام سنذهب الآن لمتابعة هذه المادة التي تتضمن أبرز محطات مشاورات الكويت منذ بدايتها في 18 من أبريل لهذا العام. نتابع هذا التقرير.
كان من المقرر أن تبدأ المشاورات في 18 من إبريل من هذا العام، لكن وفد الإنقلابيين تأخر 3 أيام وعقدت الجلسة الافتتاحية في 21 من إبريل. في الأول من مايو علق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات بسبب اقتحام الميليشيا لمعسكر العمالقة في محافظة عمران، ثم تم استئناف المشاورات. في 17 من مايو علق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات ردا على تراجع وفد الانقلابيين عن المرجعيات المتفق عليها. وفي 23 من مايو تم استئناف جلسات المشاورات بعدما تلقى الوفد الحكومي ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. في 12 من يونيو عادت المشاورات إلى مربع الصفر بسبب تمسك وفد الانقلاب بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة شراكة قبل البدء بالترتيبات الأمنية وتسليم السلاح. وفي 10 من يوليو زار الرئيس هادي محافظة مأرب وأعلن منها رفض الضغوطات الأممية وأن الحكومة لن تذهب للكويت. بعد ضمانات من الأمم المتحدة ودولة الكويت، ذهب الوفد الحكومي إلى الكويت وتم استئناف الجولة الثانية من المشاورات في 16 من يوليو. وفي 21 من نفس الشهر أمهلت دولة الكويت طرفي المشاورات 15 يوماً لإنجاز اتفاق. في 28 من يوليو أعلنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، ولاقت هذه الخطوة استنكار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي قال أنها تهدد بنسف المشاورات. في 1 أغسطس غادر الوفد الحكومي الكويت بعد التوقيع على الرؤية الأممية. وفي 3 أغسطس الجاري أبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن رفض الإنقلابيين التوقيع على الرؤية الأممية لحل الأزمة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود هذه المرة إلى الكويت مع الأستاذ عبد الملك الفويدي. أستاذ عبد الملك، لماذا يرفض وفدكم التوقيع على المشروع الذي قدمه ولد الشيخ؟ أولاً أخ بشير، إذا كنتم تريدون أن تكونوا مهنيين باستضافتكم لي فيفترض ألا تقولوا وفد الإنقلابيين، لأنه أنا أكرر هذه التسمية أستاذ عبد الملك. حتى أستاذ عبد الملك، هذا التسمية من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي. أستاذ عبد الملك، هذه التسمية ليست مننا، هذه التسمية من المجتمع الدولي. الأمم المتحدة لم تقل إنقلابيين. الأمم المتحدة لم تقل إنقلابيين وتتعامل الأمم المتحدة لم تقل إنقلابيين تتعامل معنا على أننا وفد المؤتمر الشعبي العام ووفد أنصار الله، ولم تقل وأتحدى أحدا يقول بأن الأمم المتحدة قالت بأننا إنقلابيين. القرار 22 أستاذ عبد الملك، حتى نتجاوز هذه النقطة أستاذ عبد الملك. إسماعيل ولد الشيخ، نعم تتعامل نعم أستاذ عبد الملك، حتى نتجاوز هذه النقطة. القرار الأممي 22/16 وصفهم بالإنقلابيين. أجب على سؤالي حتى لا ندخل في إجابات بعيدة عن صلب الحلقة. تفضل. لم يصفنا بالإنقلابيين، ولو كنا إنقلابيين لما كانوا يتحاوروا معنا على طاولة واحدة. هذا أولا. نحن نقول، أنا أتكلم معك لأنني قبلت أن آتي إليك، ولذلك أنصحكم بأنه من المهنية لا تتعاملوا بهذه الألفاظ إذا أردتم أن يكون لكم مشاهدين في اليمن. هذا أولا. ثانيا، ما يتعلق بموضوع المشاورات، نحن أتينا إلى الكويت ونحن نبحث عن السلام. بعد عام من العدوان السعودي الغاشم على بلدنا والحصار الجائر أتينا لنريد السلام، ولكن المشكلة أن الطرف الآخر المتمثل في وفد الرياض هو الذي تعنت، يريد حلا مجتزئا يحقق مصالحه وأهدافه فقط، وهذا لا يمكن القبول به. نحن رغم أننا ننظر إلى من هم موجودين في الرياض بأنهم واقفون مع العدوان وأنهم شركاء فيه، دعني أكمل الفكرة لو سمحت، شركاء فيه ويجب أن يحاكموا، ومع ذلك قلنا من أجل حقن دماء اليمنيين نحن مستعدون لأن يكون هناك اتفاق سلام معهم، لكن لن يتأتى ذلك إلا بعد أولا أن يتوقف العدوان السعودي على اليمن، ثم يرفع الحصار، ثم يتحدث الناس عن اتفاق سلام. لكن أن يستمر العدوان ويستمر الحصار ونأتي لنتحدث عن السلام فهذا أمر غير مقبول إطلاقا، ولا أعتقد أنه أحد سيقبله. إضافة إلى ذلك أنه هؤلاء منذ اليوم الأول الذي أتوا فيه إلى الكويت لم يقبلوا بما كنا نطرحه، كانوا يرفضون كل المبادرات والأفكار التي تطرح من قبل الوفد الوطني رغم أنها تطرح رؤية شاملة للحل العسكري والأمني والسياسي والإنساني والاقتصادي.
إضافة إلى ذلك أكبر دليل على أنهم لا يريدون الحل أنهم غادروا الكويت قبل موعد انتهاء المشاورات. إذن السؤال أستاذ عبد الملك الفهيد إلى يوم غدا إن شاء الله. أستاذ عبد الملك إذن السؤال أنتم أتيتم تبحثون عن السلام، إذن لماذا لا توقعوا المشروع الذي تقدمت به الأمم المتحدة بعد مفاوضات استمرت 90 يوم، كانت أيضا قبلها في بيال السويسرية، ووفد الشرعية خضع للقرارات الأممية ولهذا المشروع وتم التوقيع، أنتم رفضتم ذلك، إذن أي سلام تتحدث عن؟ يا بشير نعم. نحن لم نرفض التوقيع على حل، نحن قلنا ما طرحه ولد الشيخ لم يكن مشروعا للحل وإنما كان مجرد أفكار للمناقشة. مشروع الحل للسلام يجب أن يكون مشروعا كاملا وشاملا ودائما. نحن لا يمكن أن نقبل بحل مجتزأ يعيد للبلد الإشكاليات والكوارث التي حصلت. لاحظ عندما كان عبد الرب منصور هادي رئيسا قبل أن تنتهي شرعيته انتقى من المبادرة الخليجية ما يريد، وهذا هو الذي أدخل البلد في كارثة. نحن لا نريد أن يكون هناك حل جزئي، نريد حلا شاملا يشمل الجانب السياسي، مؤسسة الرئاسة والحكومة، وأيضا حلا عسكري يتم فيه ترتيب واستلام الأسلحة من جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة بما فيها ميليشيات عبد الرب منصور هادي اليوم المتواجدة في الأرض، ميليشيات القاعدة، ميليشيات الإصلاح، نعم. ميليشيات أنصار الشريعة، ميليشيات عبد ربه. نعم استاذ عبد الملك، هذه اضافه الى ذلك الجانب الانساني. نعم استاذ عبد الملك، جميع المعتقلين والاسرى. نعم استاذ عبد الملك، حتى نسمي الاسماء بمسمياتها، الرئيس عبد ربه منصور هادي هو والجانب الاقتصادي. الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد ومعترف به دوليا وجاء بانتخابات ولا يملك ميليشيات، يملك جيش وطني ومقاومه شعبيه تساند هذا الجيش الذي يريد استعاده الدوله التي اسقطها الانقلابيين. تكرم بالبقاء معنا، انتقل الى الاستاذ محمد. هذا الكلام نعم، اسمح لي انتقل للاستاذ محمد، ساعطيك المجال استاذ عبد الملك حتى تتحدث بما تريد. انتقل الى الرياض مع الاستاذ محمد عمراني. استاذ محمد عمراني، الاستاذ عبد الملك يقول بان ما قدمه ولد الشيخ هي عباره عن افكار ولا تتضمن حل شامل للازمه اليمنيه. نعم هي افكار حقيقيه لكنها افكار جاءت على اساس انها حل، بمعنى انها قدمت كنتج واحد وطلب من الوفد الحكومي يومها إما التوقيع أو الرفض، ونحن بعد دراسة وحرص على ما يمكن الحفاظ عليه مما تبقى من بلد بفعل الانقلاب الذي حصل. الأستاذ عبد الملك لا يعتقد أنه حصل انقلاب، هو ألغى الشرعية ولا ندري ما هي المبررات التي ألغى فيها شرعية أكثر من 6 مليون صوت. الشرعية الوحيدة التي حصلت بعد 6 مليون صوت هي شرعية البندقية التي اجتاحت مدينة صنعاء واعتقلت رئيس الجمهورية وجعلته تحت الإقامة الجبرية ورافقت الحكومة، ثم بعد ذلك واصلت مشوارها القتالي إلى عدل. نحن نتحدث عن كارثة إنسانية حقيقية صنعها هذا الانقلاب، وعليهم أن يعترفوا بأنهم يتحملون هذه المسؤولية. التحالف أو العدوان، ما يسمونه العدوان، هم يعتقدون أنه العدوان جاء هو عدوانا على عدوانهم، بمعنى أنه جاء بطلب من الرئيس شرعي انتخبته أكثر من 6.5 مليون صوت، وهذه الملايين كلها في ذمة رئيس الجمهورية من أجل أن يحافظ على ما تبقى على الشرعية التي اغتصبوها والتي لعبتها قوة الميليشيات المخلوع علي عبد الله صالح، والمؤامرة الكبيرة التي حصلت على ثورة 11 سبتمبر وعلى ثورة 62، اجتمعت العائلات التي شعرت بأنها ستخسر السلطة، ولذلك كل مناقشاتهم في الكويت هي كانت من أجل السلطة، لم تكن من أجل السلام. وإلا فإن الاتفاق الأمني واضح بأنه أعتقد أنه الاتفاق الأمني أعطاهم أكثر مما يتخيلون، فهو أعطاهم أن يشاركوا بهذا الاتفاق وأن يكون لهم صوت في هذا الاتفاق، بمعنى أن الميليشيات ستسلم الأسلحة لهذا للجال العسكرية، لكن هم لا يريدون اللجال العسكرية أن تتحدث، هم يريدون فقط الاعتداء على السلطة، بمعنى الحديث عن الرئاسة والحديث عن السلطة ومن أجل شرعنة انقلابية، يعني هذا هو ما يريدوه فقط باختصار. نعم. وذلك يسمونه الحل الشامل يا سيدي. نعم أستاذ محمد. الحل الشامل من وجهة نظري نحن نعتقد. نعم أستاذ محمد، إذا أعود للأستاذ عبد الملك الفهيدي. نعتقد بأننا ذهبنا، نحن كنا بعد ثورة 2011 حصلت مبادرة خليجية اقترحت مسارا سياسيا واضحا، ذهبنا إلى مخرجات مؤتمر إلى مؤتمر حوار وطني، ومن ثم خرجت المخرجات، ومن ثم ذهبنا إلى الدستور، ثم حصل الاغتيال لهذه العملية السياسية بشكل كامل. ولهذا يجب أن تكون هذه الأمور واضحة، ويجب أن نذكرها لكل من ينساها أو يتناساها،
بفعل نعم. الأحداث السياسية. نعم نعم أستاذ محمد نعم حصلت. نعم أعود إلى الأستاذ الفهيدي سيد عبد الملك. نعم سيد عبد الملك، إذا الأستاذ محمد عمران يقول بأنكم تبحثون عن آلية لشرعنة الانقلاب ولا تبحثون عن السلام. اولا يا اخ بشير، انا كنت اتمنى ان اسمع الكلام الذي قلته انت بانه عبد ربه منصور هادي من محمد العمراني وليس منك، هذا اولا. ثانيا نعم. محمد العمراني يقول ان عبد ربه منصور هادي ما زال رئيسا شرعيا، وحتى انت، انا اقول لك عبد ربه منصور هادي انتهت شرعيته في 2014 في فبراير حينما انتهت مده العامين التي تم بناء على المبادره الخليجيه. هو يقول انه انتخب من قبل 6 مليون صوت. نحن نعرف كيف انتخب، وانا كنت واحد من الذين ذهبوا الى ايا كانت الطريقه. استاذ عبد الملك ايا كانت الطريقه، في النهايه انتخبه الشعب بطريقه شرعيه. ايا كانت الطريقه انتخبها الشعب. ثاني لا لا انتهت شرعيته. نحن لا نعترف بشرعيه عبد ربه منصور هادي. الناخبين الذين ذهبوا لانتخاب عبد ربه منصور هادي وانا واحد منهم، وهذه الملايين لا لم يعودوا يعترفوا بشرعيته، هذا اولا. ثانيا الحديث عن أنه يحق لرئيس دولة أن يأتي بعدوان على بلده، هذا لا أعتقد أنه موجود. وعلى الأخ محمد العمراني أن يعود إلى دستور الجمهورية اليمنية وليتأكد من أن عبد ربه منصور هادي ارتكب خيانة عظمى بحق دستور الجمهورية اليمنية الذي أقسم عليه أمام مجلس النواب. أولا هو انتهت شرعيته، قدم استقالته، ومع ذلك ارتكب الخيانة العظمى. نعم جميل النقاط التي تحدثت عنها أستاذ عبد الملك، ما طرحته جميلا أستاذ عبد الملك. أستاذ عبد الملك النقاط التي طرحتها جميلة، ماذا تسمي ما حدث في 21 سبتمبر عندما أتت الميليشيا وأسقطت الدولة؟ فيما يتعلق بسؤالك أستاذ عبد الملك، ماذا تسمي 21 سبتمبر عندما أتت الميليشيا وأسقطت الدولة؟ فيما يتعلق نحن في المؤتمر الشعبي العام، على الأقل أنا هنا كنت أتكلم باسم الوفد الوطني، لكن نحن في المؤتمر الشعبي العام كنا واقفين ضد ما سمي بالإعلان الدستوري لأنصار الله، ووقفنا ضد ما سمي باللجنة الثورية، وقلنا لابد من العودة إلى دستور الجمهورية اليمنية، هذا أولا. بالنسبة لسؤالك وما قاله الأخ محمد العمراني بأننا نبحث عن السلطة، نحن لو كنا نبحث عن السلطة نحن لم نأتي للكويت لنبحث عن السلطة. نحن أتينا ونحن نحمل هم 25,000 ما بين شهيد وجريح، ضحايا بنية تحتية دمرت من قبل العدوان السعودي، شعب محاصر، أزمة مشتقات نفطية، مستشفيات بلا أدوية، طرق مدمرة، جسور مدمرة. أتينا لنوقف نزيف الدم اليمني ونبحث على سلام. أتينا لأننا نحمل هم البلد ولم نأتي لنبحث عن السلطة. ونقول بصريح العبارة إنه نحن في الوفد الوطني قلنا مرارا وتكرارا بأننا مستعدون لتسليم السلاح، لكن إلى سلطة يتم التوافق عليها. أما أن يكون هناك طرف في الحرب هو عبد ربه منصور هادي ومن معه في الرياض ونأتي لنسلم لهم السلاح، فهذا أمر لا يمكن القبول به، هذا أولا. ثانيا لديهم ميليشيات يجب أن تنطبق عليها في أي حل قادم ما ينطبق على البقية. إضافة إلى ذلك أنه لا يمكن القبول بعد عام ونصف من العدوان بأن يعود عبد ربه منصور هادي ليحكم اليمن وهو قد ارتكب الخيانة العظمى بحق شعبه. الحل يكمن في حل شامل وتوافقي، حل سياسي، حل أمني، حل عسكري، حل إنساني، حل اقتصادي. وأكبر دليل على ذلك من أن هذه الحكومة، حتى هذه الحكومة التي يدعون أنها شرعية، هي لم تمنح ثقة من مجلس النواب. إضافة إلى ذلك أنها حتى لا تستحي أن تعمل ضد البلد. اليوم بن دغر بعث برسالة إلى البنك الدولي يريد حجز الأموال الخاصة باليمن، يريد أن يستمر الحصار، لأن الميليشيا الانقلابية نعم أستاذ عبد الملك، أستاذ عبد الملك لأن الميليشيا الانقلابية نهبت المال العام واستنفذت الاحتياطي 5 مليار دولار. نعم أستاذ عبد الملك سأنقل ما طرحته لي الأستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد العمراني الفهيدي، أنا قلت لك يا بشير هذا الكلام. نعم 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 أنا أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ. هذا الكلام يقوله محمد العمراني، أما أنت مذيع يفترض أن تكون محايد محايد محايد. نحن نسمي الأسماء بمسمياتها، وعندما نتحدث بأن الرئيس شرعي هو رئيس شرعي، ليس في هذه النقطة مسألة من الحياد، هي نقطة واضحة ومعترف بها دوليا. أستاذ عبد الملك اسمح لي أنتقل إلى الأستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد عمراني، السيد عبد الملك الفهيدي يقول بأنه لا شرعية لهادي ولا شرعية للحكومة ولمن يسلمون الأسلحة لمجموعة من الميليشيا التي تتبع هادي وميليشياته كما يقول. أولا موضوع الشرعية، وحقيقة يعني الحديث عن شرعية، عن أنه شرعية هذه انتهت
ثم بعد ذلك نترك الامور للفوضى، هو حديث مضحك حقيقه، لانه يعني ما يمكن ان ينهي شرعيه الرئيس. هذه هي شرعيه انتخابيه جديده قادمه من الميدان الانتخابي، وهذا الامر لم يحصل حتى الان بسبب ما حصل من الانقلاب. انا اسلفت لك بانه نحن كنا في مسار سياسي واضح خطوة المبادرة الخليجية، ذهبنا إلى مخرجات حوار وطني وكنا على قاعدة فلسطينية وأدنى من التصويت على الدستور، سنخرج بعدها إلى انتخابات سيقول الشعب فيها كلمته، ولن يبقى لا رئيس جمهورية عبد الرب هذه ولا آخر. لكن ما الذي يمكن أن نتحدث عنه في ظل وجود قوة منفلتة اغتصبت الدولة وذهبت إلى أبعد مستوياتها؟ إحنا نتحدث الآن يا أستاذ، نحن نتحدث في ظل المشاورات عن 253 معتقل في ظل الشهرين الأخيرين، عندنا أكثر من 1885 مقتطف اقتطفتهم هذه الميليشيا. سيد عبد الملك يتحدث عن مجموعة مرعبة، عن مجموعة وحشية، عن مجموعة تمارس كل أعمال القتل، ويتحدث باسمهم يسميها بالوطن الوطني، ولا أعرف ما مفهوم كلمة الوطني بالنسبة لهم. هذه الكلمة التي يتداعون تحت عباءتها الوطنية بعيدة كل البعد عن هؤلاء الناس الذين يقتلون شعبهم. أنا أقول لأنه الميليشيات الحوثية وميليشيات علي عبد الله صالح يعني حينما شعروا بأن السلطة قد ذهبت منهم بفعل الأحداث التي قامت بعد 2011، ثورة 2011 وما تلاها، هم ذهبوا بعد ذلك في إجراءات أحادية، انفردوا بالسلطة وأخذوا أموال الناس. يعني هو يتحدث الآن عن الأموال التي استهلكها البنك الوطني، من 4.8 مليار دولار وصل الاحتياط إلى 1.3، ومن حق الحكومة أن تتدخل في هذا الموضوع وتقول يكفي عبث، لأن هناك مليون دولار تصرف شهريا للميليشيات الانقلابية التي تحارب الشعب اليمني. وأنا أقول والأستاذ عبد الملك، ولا عبد الملك لا أعرف تماما من هو الذي يهاجم خلال هذه الفترة، من هو الذي يهاجم تعز لم تهاجم أحد، هذا واحد من الأمثلة البسيطة التي يتحدث عنها الأستاذ عبد الملك. أنا أقول بأن الحل الذي قدم بأنه عملية كرامة الانقلاب هذه أمور مستحيلة ولا يمكن أن تكون، ما يتحدث عنه هو لجنة أمنية، اقترح المندوب الأممي أن تكون لجنة مشتركة، لجنة متوافق عليها، لجنة من الذين لم يشتركوا في الحرب، لجنة من المهنيين العسكريين. هذه اللجنة هي التي ستقوم بتأمين المدن، وهي التي ستقوم بتسليم الأسلحة، باستلام الأسلحة من الميليشيات. ما الذي يضيرهم في هذا إذا كان هذا؟ نعم نحن نعم أستاذ محمد، كان لدينا ملاحظات جوهرية، أكثر من 12 ملاحظة كانت لدينا على هذا الاتفاق، ومع ذلك قبلنا به. نعم. لأنه نحن نعلم أن هناك أكثر من 26 مليون يمني يعانون الآن من الجوع. نعم. والفقر أستاذ محمد، ولا يتقدم له خدمات مدنية بسبب هذه الميليشيات المنفلتة التي تتصرف الآن بكل المدن بدون أي وادع من ضمن. نعم. الدين يا أخي، هذه الميليشيات لم تبقي شيئا إلا وأتت عليه. حتى الأعراق القبلية، كان عندنا قانون انتهكوا القانون، كان عندنا دستور انتهكوا الدستور، كان عندنا حتى الأعراق القبلية والعيب الأسود هذه الميليشيات. نعم أستاذ محمد، إذن نعم أستاذ محمد، أعود إلى أستاذ عبد الملك الفهيدي. أستاذ عبد الملك، نعم أستاذ عبد الملك الفهيدي، إذن يقول أستاذ محمد هذه الميليشيا دمرت كل شيء، أسقطت كل شيء حتى الأعراف والعادات والتقاليد، وقامت بنسف كل شيء في اليمن، أسقطت الدولة، قضت على كل مؤسسات الدولة، حتى الأعراف والتقاليد اليمنية ضربت بها عرض الحائط، هناك آلاف وعشرات الآلاف من المسجونين في سجونها، الكثير من القتلى. ما الذي جعل يعني المؤتمر الشعبي العام، هذا الحزب الذي يعول عليه اليمنيون كثير، أن يتحالف مع هذه الميليشيا التي قتلت 60,000 جندي من الجيش الوطني الذي كان يتبع الدولة التي كان يرأسها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؟ ما الذي جعل المؤتمر الشعبي العام الآن يتحالف بصورة واضحة مع الميليشيا التي أسقطت كل أركان الدولة؟ ما الذي جعل المؤتمر الشعبي العام يتصالح مع الميليشيا التي وصلت إلى كل محافظة اليمن وقتلت ودمرت وتحاصر مدينتك أستاذ عبد الملك، وهي مدينة تعز محاصرة حتى من الأكسجين، حتى من الهواء؟ لماذا كل هذا؟ أولا أنا ابن اليمن ولست ابن منطقة معينة، أنا ابن اليمن الكبير الممتد من حضرموت إلى صعدة، وقلت هذا مرارا وتكرارا، ولست ابن منطقة معينة ولن أكون مناطقيا، هذا أولا. ثانيا، نحن نقول أننا وفد وطني فعلا لأننا أتينا من صنعاء من داخل الوطن، بينما الآخرين أتوا من خارج البلد. ثالثا، الأخ محمد يقول بأن هناك حصار على 26 مليون، هو موجود في السعودية ليتكلم مع من استدعاهم للعدوان ليرفعوا علينا الحصار، هو جزء من هذه الحكومة التي تساعد السعودية على إهانة اليمنيين كل يوم في مطار دجلة، تساعد الأردن على إهانة اليمنيين في مطار عمان. نعم، هذا هو الذي استدعى العدوان، تساعد
تساعد. دعني يا محمد، يا محمد، يا محمد دعني أكمل، أنا لم أقاطعك. أكمل 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 سعد الملك. نعم، القاهرة على أن تهين اليمنيين في مطار القاهرة. كل هذه دول التحالف هو الذي يساعدهم، هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام، نحن قلنا مرارا وتكرارا أن في المؤتمر الشعبي العام لم نكن متحالفين مع أنصار الله إلا ضد العدوان. أما موقفنا مما سماه بالإعلان الدستوري وباللجنة الثورية فكان واضحا، وأكبر دليل على ذلك أنه نحن لم نكن متحالفين معهم هو توقيع أو تشكيل المجلس السياسي لاحقا. هذا أكبر دليل على أننا لم نكن متحالفين معهم ولم نكن نقبل بما طرحوه من إعلان دستوري. أما فيما يتعلق بالعدوان فالمؤتمر الشعبي، هذه النقطة أستاذ عبد الملك، نعم هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد الملك، اسمح لي. نعم أستاذ عبد الملك اسمح لي في هذه النقطة. الكثير يقول بأنكم تشكيلكم لهذا المجلس، هذه النقطة فقط سأعطيك الوقت أستاذ عبد الملك. في هذه النقطة فقط يقول بأنكم تشكيلكم لهذا المجلس هو كان سبب في إفشال السلام الذي كان منتظر في الكويت وتمخض عنه رفض المشروع الذي تقدم به ولد الشيخ. أكمل. لا لا سأكمل فقط ما قبله ثم أرد عليك. أولا نعم. فيما يتعلق بالتحالف مع أنصار الله، نحن قلنا أننا سنتحالف مع أي قوة في مواجهة العدوان، وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. لو كان الإصلاح هو الذي يقف ضد العدوان والحوثي مع العدوان لكنا فعلنا نفس الشيء مع الإصلاح. نحن في المؤتمر الشعبي العام قضية الدفاع عن الوطن قضية مبدأ ثابت لا يمكن أن يتزحزح وأن يتغير. أي عدوان خارجي على بلدي سأقاومه، سواء مع أنصار الله أو مع أي فئة أخرى. وللأسف الشديد أنه أنصار الله كانوا معنا الوحيدين في مواجهة هذا العدوان، بينما ذهب الإصلاح والاشتراكي والناصري ليقفوا مع العدوان ويرتكبوا خيانة وطنية بحقهم. أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس السياسي فأنا أعتقد أنه نحن وضحنا هذا الكلام، وحتى رئيس المؤتمر الشعبي العام وحتى الإخوان أنصار الله وضحوا هذا الكلام بأنه تشكيل المجلس السياسي فرضته تحديات داخلية، وهذا إجراء وطني لا علاقة له بمشاورة الكويت إطلاقا. وإذا تم التوصل إلى حل شامل وكامل وعادل يوقف الحرب ويرفع الحصار ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين والموقوفين تحت الإقامة القبرية ويضمن التعويضات لليمنيين وإعادة الإعمار ويؤدي إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من داخل البلد ويحافظ على أمنه ووحدته واستقراره، فسيتم نعم. إلغاء هذا المجلس بشكل طبيعي نعم. تماما. إذن نحن نقول أيضا أنه هؤلاء اللي موجودين في الرياض رغم أننا نعتبرهم والشعب اليمني من خلفنا يعتبرهم مشاركين في هذا العدوان ويجب محاكمتهم، لكننا من أجل حقن بقية دماء اليمنيين مستعدون لأن نكون من أجل حقن دماء اليمنيين أنتم مستعدون للسلام. أستاذ عبد الملك نعم ذكرت نقطة في غاية الأهمية. أستاذ عبد الملك نعم ذكرت نقطة في غاية الأهمية بأنكم تقفون مع ميليشيا الحوثي من أجل العدوان الخارجي. إذن السؤال الأهم، لماذا لا تقفون مع اليمنيين في الداخل؟ الميليشيا وصلت إلى عدن، وصلت إلى تعز، وصلت إلى البيضاء، إلى الضالع، إلى كل محافظة اليمن. من تقتل في عدن وفي تعز وفي الضالع؟ هل تقتل العدوان الخارجي؟ ألا يوجد في عدن اليوم من هو الذي يسيطر على عدن؟ لو كانت عدن كما يقولون تحت سيطرتهم لكان عبد الرب منصور هادي وما يسمى بحكومته موجودين في عدن. عدن يسيطر عليها داعش، وتعز معظم من يقاتلون الجيش واللجان الشعبية هم من أبناء داعش للأسف الشديد. للأسف الشديد أصبحت في تعز أبناء تعز انتفضوا أبناء تعز. نعم أستاذ عبد الملك اسمح لي، وأنت من أبناء هذه المحافظة، أنت من أبناء هذه المحافظة، أبناء تعز خرجوا دفاعا عن عرضهم بعد أن وصلت الميليشيا إلى تعز وحاصرتهم وقتلتهم وتقصفهم بعشرات القذائف يوميا. ماذا حدث؟ هل هؤلاء الذين يا أخي اسمع، هؤلاء الذين يذبحون الناس ويسحلونهم ما حدث في قرية الصراري ومن قبله ما حدث داخل مدينة تعز من قتل وعملية سحل، هل هذا يمثل تعز؟ وما تقوم به الميليشيا ماذا تسميه؟ نعم أستاذ عبد الملك ما تقوم به الميليشيا ماذا تسميه؟ أستاذ عبد الملك للتاريخ أستاذ عبد الملك ماذا تسمي ما تقوم به الميليشيا من قصف تعز وحصارها وأيضا الجرائم التي ترتكب في كل مدن اليمن كان آخرها ليلة العيد في مأرب قتل 10 أطفال. هناك جيش ولجان شعبية، هناك جيش ولجان شعبية يقاتلون مرتزقة العدوان المدعوم من السعودية ودول التحالف، وهذا معروف. وأول وأكبر دليل على ذلك أنه حمود المخلافي اعترف بصريح العبارة بأنه استلم 300 مليون
ريال لما سماه المقاومة وفي الأخير ليس موضوعنا هذه النقطة سعد الملك، ليس موضوعنا النقطة، ولن ندافع على المخلافي رغم نفي لهذه المعلومة ولا صحة لهذه المعلومة، وقد يعني نفاها تماما ولا توجد أي دليل بأنه استلم المبلغ، ونحن لسنا هنا في صدد الدفاع عن المخلافي أو غيره. أعود للأستاذ محمد عمراني. إذن أستاذ محمد، الأستاذ عبد الملك الفهيدي يسمي من هم يقاتلون هو دفاع ضد العدوان، وأن اللجان الشعبية والجيش كما يقول الجمهوري هو من يقاتل الدواعش في تعز وفي عدن وفي كل المحافظات. أولا دعني أوضح نقطة كثيرا ما يرددونها، أنكم أنتم أتيتم من الرياض وأنكم أنتم في الخارج ونحن في الداخل وأنكم ولماذا لا تسيطرون على المناطق. أنا أعتقد أن هذه الأسطوانة المشروخة يجب أن يكون واضح، لأنه أنا واحد من الأشخاص الذين يعكف أكثر من 9 من زملائي داخل سجون الاحتلال الحوثي الحقيقة، داخل سجون هذه الميليشيات، ولذلك لا أحد يطالبني بأنه لماذا أنت لست في الداخل، بينما يعني حتى أكون في المعتقل، بمعنى أنه نحن نناضل من الداخل ومن الخارج، بمدفعيتنا الآن تصل إلى أبواب صنعاء، والأخ عبد الملك يعرف هذه المعلومة، ولذلك نحن نقول بأنه بدل أن نذهب كلنا في طريق الجحيم وفي طريق النار وفي طريق وفي هذا الطريق الذي لا يؤدي ولا يجيب، كنا نبحث عن اتفاق سلام واضح وشامل ومرضي لجميع الأطراف، ونحن نعتقد بأننا قدمنا أكثر من تنازل، وإلا كان الأصل أن لا نجلس معهم على طاولة واحدة لأنهم انقلبوا على الدولة، كان الأصل أن نتعامل معهم كمتمردين ولا نتحدث معهم، ومع ذلك تنازلنا وذهبنا إلى الكويت وذهبنا قبلها إلى جنيف واحد وإلى جنيف اثنين من أجل أن نقول للشعب اليمني بأننا نمد أيدينا لهؤلاء الناس، على وعسى أن يخرج فيهم من يعقل ومن يفهم ومن يتفهم ما يمكن أن يحصل للشعب اليمني جراء هذه الممارسات النزفة. نعم أستاذ محمد، أستاذ محمد الكثير يتحدث في الداخل، أستاذ محمد نعم أستاذ محمد اسمح لي، أستاذ محمد الكثير يتحدث في الداخل بأن هذه المفاوضات التي أستاذ محمد اسمح لي، أستاذ محمد هل تسمعني؟ أستاذ محمد اسمح لي، يستغل فيها نعم أستاذ محمد، أكثر من 3 مليون مواطن يمني يعيشون على هذه البلد الذي يعتبرونها دولة عدوان. نعم أستاذ محمد هل تسمع لي الآن؟ اسمح لي أستاذ محمد، يصفون هذه المشاورات التي لا زالت الحكومة تمضي بأنها مهزلة، إلى متى ستظل هذه المهزلة كما يقول اليمنيون من قبل الحكومة الشرعية ووفد الحكومة بالمفاوضات مع الميليشيا التي ترفض أي اتفاق سياسي، وكان آخرها ما حدث الآن في الكويت، ووقعتم على اتفاقية يصفها الكثير في اليمن بأنها مفخخة وأن معظم بنودها هي لصالح الانقلاب؟ أنت تسألني أنا لأن الصوت عندي ليس واضح، إذا كنت تسألني فأنا سأوضح لك لماذا وقعنا على الاتفاق. أنا أقول لأن التوقيع على الاتفاق جاء من أجل الحرص، لأنه نحن نعلم أن الاحتياط النقدي قد انتهى، وأن الرواتب يمكن الشهر القادم أو اللي بعده يمكن لا نستطيع أن ندفعها، وأن الشعب اليمني أكثر من 26 مليون يمني يتجهون نحو الجوع. هذه الحقائق هي حقائق كبيرة ويجب أن يدركها الانقلابيون، لكن هؤلاء لا يتعاملون بعقلية رجال دولة ولا يتعاملون بعقلية مسؤولين عن شعب يتبور جوعا، هؤلاء فقط يريدون أن ينتصروا، يريدون أن يستخدموا القوة العسكرية، هؤلاء يقومون اقتصاديون على اقتصادية السوق السوداء التي وفرت لهم هذه الملايين. أنا أعتقد بأنه عليهم أن يعيدوا التفكير، أن المؤتمر الشعبي العام تحديدا أن ينتمي لجمهوريته وأن ينتمي وأن لا يتحول إلى عقبة بيد الجماعات الميليشيات الانقلابية بيد الجماعات الحوثي والجماعات الإمامية. المؤتمر الشعبي العام حزب له تاريخ وطني ونضالي، وليس عليه أن يشوه هذا التاريخ، وليس عليه أن يقضي على هذا التاريخ. هذا الحزب عليه أن يتخلص فقط من 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 أسرة واحدة هي أسرة علي عبد الله صالح، والشعب اليمني كله سيقبل بهذا الحزب، وليس هناك أي تحفظ على دور المؤتمر الشعبي العام. نحن نقول بكل وضوح نعم. طيب أستاذ محمد، أستاذ محمد نعم نعم أستاذ محمد عمراني، أستاذ محمد، أستاذ محمد عمراني، الكثير يقول بأن هذه المفاوضات لن تجدي، وأن الحل الوحيد بالنسبة أمام الحكومة الشرعية والتحالف هو الحسم العسكري. لماذا لا تحسم الأمور بالحسم العسكري؟ الكثير الحسم العسكري يا سيدي، الحسم العسكري يجب، نحن وأنا أقول لك هناك فرق كبير وجوهري بين ما نفكر به وما يفكرون به. هم يفكرون دائما باستخدام الحسم العسكري كخيار أول، نحن نتحدث عن الخيار العسكري كخيار أخير، ولذلك لأن الخيار العسكري خيار مكلف ومكلف كثير جدا، وتكون الكلفة فيه على كل الأطراف. صنعاء لا يمكن الدخول إليها بدون تكاليف، لكن هذه التكاليف إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، وعليهم أن يعوا بأن العملية ليست لعب أطفال،
نحن نتحدث عن جثث، نحن نتحدث عن آلاف القتلى. يعني كلما حدث، كلما حدث الآن عام ونصف، عام ونصف واليمنيين أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد، عام ونصف، عام ونصف من الحرب التي تقودها الميليشيا، ألا يكفي لكي يعني تقوم الحكومة الشرعية والتحالف باتخاذ موقف حازم أمام الميليشيا الانقلابية؟ لا، لم أسمع السؤال. السؤال، ألا تكفي عام ونصف من الحرب التي تقودها الميليشيا وتقتل اليمنيين وتحاصرهم وتقصف البيوت الآمنين، ألا تكفي للحكومة الشرعية والتحالف العربي اتخاذ موقف حازم لإنهاء هذه المهزلة في المفاوضات كما يصفونها؟ أنا أقول لك بأن الخيارات، إذا فشلت خيارات السلام ستكون خيارات مطروحة أمام الشعب اليمني، وكل الخيارات ستكون مفتوحة. نعم. والشعب اليمني يعرف القاصي والداني بأنه يرفض هذه الميليشيات، يرفضها على عن ذكرة أبيها. ليس هناك. نعم. أستاذ محمد، نعم، أعود إلى الأستاذ عبد الملك الفهيدي. أستاذ عبد الملك. نعم. نعم أستاذ، أنهم امتلكوا السلاح وسيقوم أستاذ محمد، اسمح لي. نعم. الدفاع عن الأراضي. نعم. وهذا الذي يحصل. نعم أستاذ محمد، اسمح لي أنتقل إلى الأستاذ عبد الملك الفهيدي من الكويت. أستاذ عبد الملك، إذن إلى متى سيستمر؟ أستاذ محمد، اسمح لي إذا تكرمت. الأستاذ عبد الملك الفهيدي، إلى متى سيستمر هذا الرفض من قبل وفد الإنقلابيين في الرياض لأي تسوية سياسية؟ بمعنى آخر، هل أنتم ضد كل الإرادة الدولية التي تبحث اليمنيين عن سلام لحقن الدماء؟ اولا انا اقول للاخ محمد، المؤتمر الشعبي العام لن يكون الا جمهوريا، واكبر دليل على ذلك انه واقف ضد العدوان ليدافع عن الجمهوريه اليمنيه، ضد من وقفوا بالامس واعتدوا على الثوره والجمهوريه في مهدها في عام 62 حتى عام 70. ولعل الاخ محمد يتذكر بان السعوديه مثلما حاربت الجمهوريه في الستينات اتت اليوم لتعتدي على اليمنيين مره اخرى، والمؤتمر الشعبي العام لن يكون الا مع الشعب وضد العدوان الخارجي على البلد. هذا اولا. ثانيا، جميل، انا اريد هذه استاذ عبد الملك، استاذ عبد الملك لو تكرمت، استاذ عبد الملك في هذه الجزئيه اذا تكرمت، استاذ عبد الملك اسمح لي في هذه النقطه، ساعطيك الوقت الكافي، اسمح لي في هذه النقطه. انتم وقفتم كما تحدثت ان المؤتمر الشعبي العام من عام 60 حتى عام 70 ضد العدوان السعودي، وهو الان يكرر نفس السيناريو. يعني انتم الان تقفون ضد العدوان السعودي وتتصالحون وتتحالفون مع الامامه بشكلها الجديد. لا لا، من يقول، من يقول هذا الكلام؟ هذا الوقائع تقول على الارض، هذا ما هو، هذا ما هو حاصل الان. العدوان مع اي قوه وطنيه، وانا قبلها قبل لا لا، ما هي الوقائع؟ انا قلت لو كان حزب الاصلاح، لو كان حزب الاصلاح موجود ويقف ضد العدوان لكنه وقفنا معه، لو كان الاشتراكي موجود ووقف ضد العدوان لكنا وقفنا معه، لو كان الناصري موجود ضد العدوان لكنا وقفنا معه، لكن للأسف الشديد أن كل هؤلاء القوميين والثوريين ذهبوا إلى السعودية ووقفوا مع العدوان، بينما لم يبقى إلا المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله هم الذين يقفون ضد العدوان، ونحن من هذا المنطلق وقفنا نحن وأنصار الله ضد العدوان السعودي. هذا أولا. فيما يتعلق بجلوسنا مع الإخوة في وفد الرياض، نحن نقول بصريح العبارة أنه وفقا للدستور اليمني هؤلاء يعتبرون أخوانا لبلدهم، لكن مع ذلك حرصا على السلام ومن أجل حقن دماء اليمنيين ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من مقدرات البلد، نحن مستعدون لأن يكون هناك اتفاق شامل وكامل ومرضي تتحقق فيه التوافقات الوطنية من جميع الأطراف. نعم. تتحقق فيه الشركة. نعم أستاذ عبد الملك، أستاذ عبد الملك، نقطة أخرى أستاذ عبد الملك، من العدوان ومن الاستثمار الجائر، أستاذ عبد الملك، نقطة أخرى إذا تكرمت. نعم اسمح لي، نقطة أخرى أستاذ عبد الملك، ذكرتها أنت الآن بأنكم وقفتم مع ضد العدوان السعودي. عندما وصلت الميليشيا وقادت حرب 6 أشهر قبل تدخل العاصفة الحزم بطلب من الحكومة الشرعية لإنقاذ الشرعية في اليمن، الميليشيا وصلت إلى عدن، إلى تعز، إلى الضالع، إلى مأرب، إلى كل المحافظات اليمنية وقتلت وأسرت وقضت على كل القوى السياسية ما عدا من يدعمها ويقف بصفها. لماذا لم تقفوا في هذه اللحظة ضد الميليشيا التي كانت ضد إرادة كل اليمنيين وكانوا في حوار وطني وأيضا اتفاق سلم وشراكة جاءت به الميليشيا؟ أولا فيما يتعلق بموضوع المؤتمر الشعبي العام وموقفه، نحن كنا نعلن مرارا وتكرارا بأننا ضد الاقتتال الداخلي، لكن حين أتى العدوان السعودي لم يكن أمامنا من مبرر إطلاقا، ولم يكن الشعب اليمني ليغفر لنا
ارتكبنا هذه الخطيئة ووقفنا مع العدوان السعودي، ونحن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقف مع العدوان السعودي، ولا يمكن في الأخير حتى الحوثيين إذا كان هناك خلاف بينهم وبين أي قوى أخرى فليحل داخليا. ليست المرة الأولى التي تشهد فيها اليمن صراعات، لكن حين يتم استدعاء الأجنبي إلى بلدك وتسمح له بضرب أبناء بلدك فهذا أمر لا يمكن القبول به. وأنا للأسف الشديد أشاهد اليوم من كانوا يدعون بالقومية والثورية من الاشتراكيين والناصريين وحتى الإخوان المسلمين هم الذين ذهبوا إلى السعودية. أما فيما يتعلق بموضوع مشاورات السلام فأنا أكرر وأقول نحن في الوفد الوطني مستعدون لتوقيع اتفاق سلام شامل وكامل ينهي العدوان ويرفع الحصار، يتحقق فيه شراكة وطنية لجميع الناس بما فيهم حتى أولئك الذين في الرياض. إذا لم يكن هؤلاء قد استوعبوا أنهم بعد عام من العدوان لم يعد هناك بلد أو مقدرات دولة سيحكم بها أحد، لذلك نعم. يجب عليهم أن يستوعبوا أنهم إذا يجب عليهم أن يستوعبوا. جميل أستاذ عبد الملك. نعم أستاذ عبد الملك الوقت داهم. أستاذ عبد الملك نعم أستاذ عبد الملك إلى متى اسمح لي أستاذ عبد الملك يقبلوا بحل شامل وكامل يرفع. نعم أستاذ عبد الملك اسمح لي في نقطة أخيرة لضيق الوقت، إلى متى سيظل أعضاء حزب المؤتمر الشعبي هذا الحزب السياسي الذي يعني يتواجد في كل محافظة وقرية من محافظة اليمن يخضع لقرارات انتقامية للرئيس المخلوع من أجل الانتقام من الشعب اليمني ويتحالف مع الإماميين ويتحالف من أسقطوا الجمهورية ويتحالف ضد إرادة كل الشعب اليمني، والمؤتمر الشعبي العام يظل وينزل عند رغبات الرئيس المخلوع الذي ربما كل تصرفاته انتقام ويعاقب كل الشعب اليمني حتى من وقفوا معه وكانوا سندا له؟ أولا علي عبد الله صالح رئيس ليس رئيسا مخلوعا بل رئيسا مخلوفا وخلفه رئيس وهو رئيس سابق، هذا أولا. ثانيا أن يكون علي عبد الله صالح رئيس للمؤتمر الشعبي العام هذا أمر يخص المؤتمر الشعبي العام ولا علاقة لأحد به. أما شعبية علي عبد الله صالح فقد شاهدناها في 26 مارس لا أتحدث عن الشعبية أستاذ عبد الملك حتى نستغل الدقيقة الأخيرة أستاذ عبد الملك، لا نتحدث عن شعبية المخلوع أستاذ عبد الملك، لماذا لا يحترم هذه الشعبية وهذا الحب الكبير من قبل اليمنيين له وينضم إلى صف الشعب ضد الميليشيا التي أسقطت الدولة؟ أرجو أن تكون إجابتك واضحة. الشعبية العام علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح واقف مع الشعب، علي عبد الله صالح واقف مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي، وسيسجل التاريخ بأحرف من نور لعلي عبد الله صالح بأنه كان الرئيس الذي السابق الذي وقف ضد العدوان على بلده، على عكس عبد رب منصور هادي الذي سيسميه التاريخ خائنا واستدعى العدوان على بلده. نعم الثلاثة وثلاثين عام التي كان يحكم فيها ويتكلم ويتغنى الرئيس المخلوع بأنه ضد الإماميين والقوى الظلامية وهؤلاء الذين جاءوا ضد الجمهورية من صعدة ومن أدغال صعدة وسلم لهم الدولة على صحن وطبق من ذهب، الآن تتحدث عنه بهذه الصورة. أنتقل انتقال أخيرة إلى الأستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد عمراني إذن الخيارات التي أمامكم الآن. يا أخ بشير نعم. اترك هذه التعليقات، أنت مذيع يفترض فيك الحيادية. أنا أتكلم بما هو يعني مهني وبما هو يتكلم به ملايين اليمنيين في الداخل، وهذه حقائق وواقع لا ينكرها أحد، أنا أنقلها فقط. أستاذ عبد الملك اسمح لي أنتقل بسؤال أخير للأستاذ محمد عمراني. نعم أين هم الملأ؟ أستاذ محمد اسمح لي، أنت تتكلم بموقف منحاز لحزب واحد وهو الإصلاح. أنا لا أتكلم هنا عن الإصلاح، ومتى ذكرت الإصلاح أنت تقولني ما لم أتحدث فيه، لو سمحت. سؤال أخير أستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد عمراني الخيارات المفتوحة لديكم أستاذ محمد عمراني. نعم أستاذ محمد الخيارات المفتوحة لديكم الآن بعد توقيعكم للمشروع الذي قدمه ولد الشيخ ورفضه الانقلابيون، وغدا ربما سنشهد المراسم الأخيرة لهذه المفاوضات الفاشلة، تفضل. نعم أنا أعتقد أولا دعني أوضح قضية، أنه يعني الأخ عبد الملك وهو يتحدث عن علي عبد الله صالح كما لو أنه زعيم أسطوري والتاريخ سيسجله بأحرف من نور، وهذا الكلام الذي لا يسعني أن أعلق عليه حقيقة، لأنه أنا أعتقد أنه علي عبد الله صالح لم يترك شيئا لم يفعله، حتى الاستدعاء الذي بمنظورهم هم للعدوان الأجنبي هو استدعاء العدوان الأجنبي كما يقال، واستدعى السعودية وقصفت الطائرة السعودية في صعدة، فمن الأستاذ عبد الملك يتناسى هذه الحقائق؟ إذن الحقيقة الوحيدة هي أن علي عبد الله صالح شخص يبحث عن سلطته، يبحث عن دوره في المستقبل، ولا يأبه بحياة الشعب اليمني ولا يأبه بما يمكن. هي عقلية انتقامية هي التي تحكم المؤتمر الشعبي العام
الذي يقوده علي عبد الله صالح، لان المؤتمر الشعبي العام لم يعد حزبا واحدا، هناك اكثر من طرف وهناك اكثر من حزب داخل هذا الحزب، وهناك اكثر من رؤيه. الجناح الذي يقوده علي عبد الله صالح هي عقليه انتقاميه فقط تحاول الذهاب الى ابعد مدى من الايغال في الانتقام. اشكرك. ويشعر بانه تعرض للسطو وتعرض لل شكرا جزيلا لك. نعم. وضحت فكرتك أستاذ محمد عمراني العضو الوفد، عفوا رئيس. أستاذ محمد عمراني شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت، أعتذر منك جدا. مسؤول لجنة التواصل للوفد الحكومي الأستاذ محمد عمراني، كنت معنا من الرياض. الشكر أيضا لعضو الوفد الإعلامي للحوثيين والرئيس المخلوع الأستاذ عبد الملك الفهيدي. شكرا لكم ضيفي الكرام، تقبلوا تحيات الإعداد معد هذه الحلقة الزميل أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.